ترجع تاني لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع كابتن مروان عطيه نجم النادي الاهلي. من جديد متواصل معاك كابتن ايمن وتغطيتنا مباراه الاهلي والهلال السوداني والتاهل لدور الثمانيه والفوز بثلاثيه نظيفه بعد انتهاء المباراه. معانا كابتن مروان عطيه واحد من نجوم المباراه النهارده. يا مروان، كان في ثقه من الجهاز الفني فيك وجمهور النادي الاهلي فيك، مباراه كبيره اكثر من 50,000 متفرج موجودين في الاستاد، وكنت عند الميعاد وكنت احد نجوم المباراه النهارده. الحمد لله، بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه على الاداء النهارده وعلى المكسب وعلى الصعود لدور الثمانيه، والحمد لله يعني قدرنا نتخطى يعني مهمه صعبه جدا، واكيد يعني الاهلي قادر على الحاجات دي من زمان، والحاجات دي على طول يعني الاهلي بطل الازمات وبطل المواقف الصعبه، والحمد لله قدرنا نتاهل ونفرح الجمهور الحمد لله. يعني مستر كولر على طول في محاضرات معاكم سواء نظريه او كمان بالفيديو اتكلم مع مروان بشكل شخصي، قال لك قبل المباراه؟ لا، بيتكلم معايا بشكل ايجابي جدا، العب لعبك ما تقلقش، العب زي ما انت عايز، خد راحتك في الملعب، والحمد لله يعني زملائي بيساعدوني وانا بساعدهم وكلنا هنا على قلب رجل واحد، والحمد لله قدرنا نصعد الحمد لله. يعني مروان، استكمال لكلامك انكم كلكم على قلب رجل واحد، انت تقريبا احدث عناصر منضمه للفريق في يناير، ولكن كل الناس الجمهور كمان مش بس النقاد بيتكلموا ان مروان بقاله سنين في النادي الاهلي. الحمد لله، والله ده فضل وحمد من عند ربنا، يعني بشكر ربنا عليه، وده نتيجه شغلي وتعب، والحمد لله انا اول ما جيت النادي اللعيبه ما حسسنيش فعلا ان انا غريب، ودخلت في الاجواء بسرعه، وكان في لعيبه يعني معايا في المنتخب، والحمد لله كلنا اخوات وحبايب وكلنا بنحب بعض، وزي ما انت شايف في الملعب يعني كلنا على قلب رجل واحد يعني الحمد لله. جمهور الاهلي اللاعب رقم واحد النهارده، واللي ما فيش كلام هو في حقه، تقول لجمهور النادي الاهلي النهارده؟ اقول لهم شكرا على المسانده ديت، وعلى كل واحد جه من المحافظه شكل، وكل واحد تعب معانا عشان جدا دايما في تعب معانا، وباذن الله باذن الله. شكرا يا مروان، دايما موفق، ومستنيكم ان شاء الله في المباراه النهائيه. ان شاء الله باذن الله. حبيبي السلام. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع مروان عطيه نجم النادي الاهلي، يا رب دايما في انتصاراته وفي بطولاته دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه حضرتك كابتن ايمن، اتفضل.